بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف العاشر مع القسم الثاني من الوحدة الأولى التي هي كانت بعنوان Stories. Today إن شاء الله we will talk about grammar and vocabulary. سنتحدث عن القواعد والكلمات في كتاب الكلاس بوك والسكيلز بوك. نبدأ الآن في القواعد. كما تعرفون أنه في الستوريز القصص يجب أن نستخدم زمن الماضي. الآن زمن الماضي يتكون من أكثر من نوع. لاحظوا هنا العنوان Past Tenses for Storytelling، أزمنة الماضي لرواية القصة. معنى Storytelling هي رواية القصة. الآن كم نوع من أزمنة الماضي لدينا في اللغة الإنجليزية؟ عندنا أشهرها The Past Simple. Look here, Past Simple. الماضي البسيط Past Simple، ماضي بسيط. أيضا هنا we have The Past Continuous، الماضي المستمر. أيضا also we have the past perfect، الماضي التام. هذه الأزمنة نستخدمها في رواية القصص. نأتي الآن إلى الزمن الأول وهو زمن past simple، الماضي البسيط. في الماضي البسيط هذه هي القاعدة. لاحظوا هنا قاعدة زمن الماضي البسيط. عندنا في البداية is، وماذا يعني is؟ السبجكت، بعد السبجكت الفاعل نستخدم verb 2. الأفعال كما تعرفون في اللغة الإنجليزية verb 1 وهو المضارع، verb 2 وهو الماضي البسيط، و verb 3 وهو الماضي التام. إذا نستخدم الفاعل أولا في الجملة، ثم verb 2 الفعل الماضي البسيط، ثم complement يعني تكملة الجملة. نأتي الآن إلى تطبيق هذه القاعدة. لاحظوا هنا ماذا يوجد معنا هنا. We use the past simple for what? For something that happened in the past. إذا نستخدم الماضي البسيط مع أشياء حدثت في الماضي. لاحظوا هذا الإكزامبل The train. لاحظوا هنا The train، القطار. هذا القطار هنا هي الفاعل subject. لاحظوا هنا subject The train stopped. Stopped هي verb 2، لا نقول stop وإنما stopped. إذا لاحظوا هنا بإضافة الED تحول الزمن المضارع إلى الماضي، ونوع الفعل هو verb 2 In a dark tunnel. إذا لاحظوا هنا زمن الجملة هذه ماضي بسيط. أيضا نستخدم الماضي البسيط مع أشياء was true، أشياء كانت حقيقية. For some time in the past، لوقت معين في الماضي. إذا لاحظوا هنا المثال long ago، يعني قبل فترة طويلة، bear الدب had a long black tail، كان لديه ذيل طويل. لاحظوا هنا bear هي الفاعل وهاد هي الفيرب 2، الفيرب 2 كما قلنا لأن الفيرب 1 لها have a long black tail. إذن الآن نأتي إلى زمن الباست كونتينيوس. ركزوا في قاعدة الباست كونتينيوس. عندنا في البداية is يعني subject فاعل، بعد ذلك نستخدم was إذا كان الفاعل مفرد، أو نستخدم where إذا كان الفاعل جمع. بعد was أو where نستخدم الفعل verb، ونضيف للفعل ing، وبعد ذلك نكمل الجملة. لنطبق هذا المثال، لاحظوا هنا we use the past continuous، نستخدم زمن الماضي المستمر. لماذا؟ to describe، حتى نصف an action يعني حدث that continued، استمر for some time in the past، إذن كان يوجد استمرارية في الماضي. لاحظوا هنا عندنا المثال the wind، الريح. هذه ماذا؟ الفاعل. لاحظوا هنا the wind، الريح الفاعل. It is the subject، this is the subject، the wind. Now the wind was blowing. لاحظوا ماذا استخدمنا هنا؟ استخدمنا was. لماذا استخدمنا was؟ لأن الفاعل wind مفرد، blowing هذا الفعل blow، ماذا أضفنا له؟ أضفنا للفعل blow ing حسب القاعدة. حسب القاعدة نلاحظ the wind الفاعل، this is the subject. أيضا هنا was، استخدمنا was لأنه مفرد الفاعل، وهنا الفعل blow، وبعد الفعل blow أضفنا ماذا؟ أضفنا ing كما تلاحظون هنا. وهذه تكملة الجملة. snow was falling. أيضا هنا عندنا مثال آخر snow الفاعل subject، was مفرد لأن snow was، استخدمنا was لأن snow فاعل مفرد، والفعل هو fall وأضفنا لها ing لأن القاعدة تقول يجب أن نضيف ماذا؟ ing في زمن past continuous. وهنا تكملت الجملة complement and ice covered the lake. لاحظوا هنا ice covered the lake، هذه جملة ماذا؟ هذه جملة ماضي بسيط، جملة ماضي بسيط. كيف عرفنا؟ ice هو الفاعل، covered
نوعها verb to ودليلك تكملة الجملة. أيضا نستخدم زمن الباست كونتينيوس، لاحظوا هنا معي a longer action that happened before and after a shorter action. إذا يوجد حدثان في الماضي، واحد منهما حدث قبل الآخر أو بعد الآخر. لاحظوا هنا المثال while، طبعا انتبهوا وركزوا على كلمة while، جمل الماضي البسيط الباست كونتينيوس كثير منها نستخدم معها while، بينما، معنى while بينما. While bear was waiting، بينما كان الدب ينتظر، fox crept back to his house، رجع وزحف الثعلب إلى بيته. لاحظوا الآن لنطبق هنا، معنى هنا bear هي الفاعل bear، إذن الفاعل was، استخدمنا was لماذا؟ لأن bear فاعل مفرد و waiting الفعل wait أضفنا له ing. الآن هذه الجمل التي نستخدم بها while غالبا تتكون من جملتين، الجملة الأولى past continuous يوجد فيها ing، والجملة الثانية تكون past simple. لاحظوا past simple يعني فاعل وبعده verb to، لاحظوا الفاعل هنا fox و crept هي verb to. نأتي الآن إلى زمن الباست بيرفكت الماضي التام، لاحظوا هذه قاعدة الماضي التام، أول الجملة نستخدم subject فاعل، بعد السبجكت نستخدم هاد، وبعد هاد نستخدم الفيرب 3 الفعل التصريف الثالث، وبعد ذلك تكملة الجملة. لاحظوا متى نستخدم زمن الماضي التام past perfect، we use the past perfect for an action that happened لفعل لحدث حدث وحصل في الماضي before قبل another action in the past. إذن زمن الباست بيرفكت حدثان حدثا في الماضي، حصلا في الماضي، واحد منهما حصل قبل الآخر، الذي يحصل أولا هو الباست بيرفكت. لاحظوا هنا the whole هذه whole هي السبجكت، لاحظوا هنا سبجكت الفاعل the whole، القاعدة بعد الفاعل نستخدم had، هنا لاحظوا استخدمنا had. verb 3 الآن لاحظوا هنا frozen الفعل frozen verb 3 للفعل freeze verb 1 froze verb 2 frozen verb 3. The hole had frozen around his tail and his tail broke off. لاحظوا هذه جملة ماضي بسيط، his tail فاعل وبعد الفاعل verb 2. الآن هنا نأتي إلى هذه القصة كما ترون هنا activity 1 read and answer، اقرأ وأجب. الآن هنا القصة about read the traditional Arab story، قصة عربية تقليدية the farmer without a brain، المزارع بدون عقل، brain معناها عقل. think of a suitable verb، فكر في أفعال مناسبة to complete the gap، حتى نكمل الفراغات. نريد أن نستخدم ماذا؟ إما نستخدم الماضي البسيط past simple أو نستخدم ال past continuous. لاحظوا إذا كان الزمن، تفهمون من القصة أن الزمن كان فيه استمرارية في الماضي فيجب أن نستخدم past continuous. وماذا يعني past continuous؟ past continuous يعني يجب أن نستخدم فاعل was أو were وبعد ذلك الفعل ونضيف للفعل ing. نأتي هنا إلى المثال الأول، لاحظوا هنا many years ago two farmers Imran and Laith، لاحظوا هنا were walking، كانا يمشيان. إذن وير، لماذا استخدمنا وير؟ لأن الفاعل هنا جمع، لاحظوا الفاعل هنا من عمران and ليث، الفاعل جمع لذلك استخدمنا وير وأضفنا للفعل ing walking through a wood في الغابة to their fields يذهبان إلى الحقل when they saw رأيا saw رأى، إذن لاحظوا لن نقول see saw رأيا the footprints of a lion on path look there are lions nearby يوجد أسد قريب من هنا we should go home whispered Imran يعني همس عمران قال يجب أن نرجع إلى البيت no we have got work to do Laith replied the men went هذا verb 2 past simple to the farm they worked all the day in the fields معناها حقول until it was time to return home حتى جاء وقت العودة إلى البيت let's take different way home لنأخذ طريق آخر إلى البيت suggested عمران اقترح عمران no the same path is much shorter
نفس الطريق أقصر. answered ليث. إمران shook his head هز رأسه and stepped into the mountain path as he was marching بينما كان يمشي away. I done he turned so here past simple and here we have past continuous. I don't want to be a lion's dinner لا أريد أن أكون عشاء للأسد. Meanwhile بعد فترة ليث took past simple verb 2 للفعل take took the same way back through the wood. Soon he saw رأى verb 2 the lion who was waiting for him on the path. The lion said then verb 2 للفعل say يقول I need to eat your brain to make me clever and powerful. While the lion was talking لا هنا لاحظوا الفعل past continuous مستمر لأنه يوجد عندنا ing ويوجد was. ليث saw verb 2 past simple Imran on the mountain path. Then he looked at the lion and replied listen I cannot help you because I have no brain لا يوجد عندي عقل. If I had a brain I wouldn't have returned this way. The one with a brain is up on the other path. Thank you, said the lion, and started to climb the mountain towards Imran. Quickly, بسرعة, Laith whistled to his friend and warned him about the lion. Imran heard the whistle and ran home safely. وبهذا نكون انتهينا من أجوبة هذا التمرين. نأتي الآن إلى هنا. لاحظوا معنا هنا موضوع جديد وهو synonyms. معنى synonyms الترادف. معنى الترادف كلمة لها نفس المعنى مع كلمة أخرى مثل home معناها بيت, house معناها بيت. similes معناها ماذا؟ similes معناها التشبيه كما تلاحظون هنا. ومتافورز معناها مجاز أو استعارة. مجاز أو استعارة. نريد أن سريعا هنا لاحظوا طبعا ما هي فائدة استخدام السيميلز التشبيه والميتافور. تجعل الكتابة القصص ماذا؟ interesting إذا ممتعة. تجعل الكتابة ممتعة. لاحظوا هنا السينونوم is a word or phrase that has a similar meaning هي كلمة لها معنى مشابه لكلمة أخرى أو جملة أخرى. على سبيل المثال هنا تلاحظون old معناها قديم, ancient قديم, antique قديم, aged قديم. لاحظوا كل هذه الكلمات تسمى synonyms لأنها لها نفس المعنى وهو not new يعني ليس بجديد. لاحظوا هنا الآن using synonyms in a story makes it more interesting واستخدام synonyms أيضا المترادفات يجعل القصة والكتابة أكثر متعة. الآن ما هو السيميلي؟ السيميلي is an expression هي تعبير that compares يقارن two things with similar characteristics يعني يوجد شيء تشابه بين شيئين لذلك نستخدم التشبيه. بالضبط هو كما في اللغة العربية يعني عندما نقول شبه الشاعر كذا بكذا مثلا عندما أقول محمد قمر شبه الشاعر محمد بالقمر. الآن سترون الآن في السيميلز نستخدم كلمتين ما هما as like معنى as ولike مثل. like هذه ليس معناها هنا يحب وإنما معناها مثل أو شبيه. لاحظوا المثال the thunder thunder معناها الرعد roared roared معناها يعني زأر like an angry lion like إذن هنا تشبيه شبه صوت الرعد بصوت الأسد. لاحظوا like استخدمنا ماذا like إذا شبه الصوت الرعد بصوت الأسد. عندنا مثال آخر she was as quiet as a mouse. لاحظوا هنا استخدمنا ماذا استخدمنا as كما قلنا في التشبيه السيميلي نستخدم as أو like. she was كانت as quiet as a mouse يعني كانت هادئة كما الفأرة. الآن هنا الميتافور. الميتافور هو أيضا تشبيه لكن لا نستخدم به like أو as ويحتاج أن نفهم المعنى بشكل كامل. لاحظوا هنا he has a heart of gold هو لديه قلب من ذهب. هل هو حقيقة لديه قلب من ذهب مصنوع من الذهب؟ لا هذه استعارة أو مجاز. لاحظوا هنا a person cannot really have heart made of gold الإنسان لا يمكن أن يكون له قلب مصنوع من الذهب. so this is not literal هذا المعنى ليس حرفيا. It means the person has a good heart. يعني هذا الشخص عندما نقول لديه قلب من ذهب يعني قلبه طيب أو هو لطيف.
الآن لاحظوا هنا activity 2 read and find اقرأ وأوجد وجد read the story extracts هذه story extracts يعني مقاطع مأخوذة من قصص below in each extract find a word with the same meaning as the word block in bold same meaning it means synonyms يعني قلنا synonyms معناها هي المترادفات لاحظوا هنا في كلمة في هذه الفقرة تجدون هنا كلمة machine لاحظوا كلمة machine ما معنى machine التي هي معناها آلة وديفايس هي كلمة لها نفس معنى ماشين وهو جهاز أو آلة. In this extract معنى كلمة gloomy معناها مظلم يعني. لاحظوا هنا الدارك كلمة dark هي synonyms has the same meaning. هنا كلمة bring يحضر كلمة bring يحضر. الآن كلمة fetch أيضا معناها يحضر وهي مرادف لكلمة bring. أيضا هنا activity 3 read and complete اقرأ وأكمل read the sentences below and choose the correct option اختار الإجابة الصحيحة A or B to complete each sentence لاحظوا هنا people say fierce violent video games have a negative effect on teenagers معنى هنا violent يعني عنيف وأيضا fierce معناها عنيف لكن violent تستخدم مع ماذا؟ مع الفيديو جيمز ريم ويل ترافل كوميوت تو فرانس ان ذا سمر ريم ويل ترافل تسافر ومعنى أيضا كوميوت يتنقل لكن كوميوت نستخدمها to go from home to work and from work to home إذا للتنقل بين البيت والمنزل والعمل ومن العمل إلى المنزل وهكذا Number three, the ice on the lake was too thin الإجابة too thin to walk in to walk on الآيس الجليد على البحيرة كان too thin لماذا لم نقل too slim لأن slim هما لهما نفس المعنى thin رقيق أو نحيف وكذلك slim نحيف لكن slim نستخدمها لوصف الناس people لكن thin لوصف الأشياء Number four at the end of the story the police caught أمسك معنى caught يعني أمسك caught the wrong person الشخص الخاطئ لاحظوا قلنا wrong ولم نقل incorrect لأن incorrect معناها خاطئ و wrong أيضا معناها خاطئ لكن wrong نستخدمها مع الأشخاص ومع الأشياء التي تمسك بشكل مادي أما answers نستخدمها مع أما incorrect نستخدمها مع الانسرز مع الأجوبة يعني نقول جواب incorrect مثلا incorrect answer إجابة خاطئة أما المثال الخامس he yawned wound معناها تثاءب and said let's go home لاحظوا home and house لها نفس المعنى بيت بيت لكن هذا المصطلح let's go دعنا نذهب دائما نستخدمه مع home لا نستطيع القول let's go house وإنما let's go home نأتي الآن إلى كتاب skills book لاحظوا هنا read this conversation اقرأ الحوار conversation between Laith and his sister Amna circle the correct verbs أيضا هنا نريد أن نستخدم ال past continuous أو ال past simple أو ال past perfect لاحظوا هنا الإجابة تكون the first thing Amna Laith I'm so happy you are safe what happened well Laith well I walked أو I was walking الإجابة إذا past continuous and here yes I had seen past perfect هنا لاحظوا Laith yes I felt really scared شعرت بالخوف and here Laith luckily I tricked the lion خدعت اللايون past simple verb 2 also here felt past simple verb 2 but here had seen past perfect had plus verb 3 seen now here while the lion was climbing لاحظوا هنا the lion فاعل و was استخدمنا was لأن اللايون مفرد و climb الفعل أضفنا له ing نأتي هنا read and complete activity 2 now the verb is between the brackets الفعل هو بين القوسين نريد أن نعدل على هذا الفعل حتى نستخدمه في زمن ال past simple وقلنا سابقا past simple يعني ال verb 2 وال past continuous وهو was where زائد ing و past perfect معناها had plus verb 2 had plus verb 2 verb 3 عفوا اذا had وبعدها الverb 3 طبعا تجدون اذا هذا حل لما هذا حل لهذه
التمارين هنا. لاحظ هنا قبل قليل تكلمنا عن الأزمنة الثلاثة، إذن هذه هي قواعد. إذن الباست سيمبل فاعل فيرب تو وتكملة الجملة، الباست كونتينيوس فاعل اس واز او وير ثم الفعل ثم اي ان جي ثم تكملة الجملة، أما الباست بيرفكت فاعل اس وهاد وبعد هاد الفيرب 3 ثم تكملة الجملة. نأتي إلى هنا it was a lovely day and the sun was shining، إذا كانت مشعة. suddenly فجأة he heard سمع a loud noise and stopped. number 3 after we had finished، هذا past perfect had plus verb 3. our homework we went out، لاحظوا هنا we went verb 2 went verb 2. أيضا هنا معنا number 4. yes number 4 no one noticed verb 2 this is past simple. when I got home أيضا got past simple because they were watching، كانوا يشاهدون football on TV. إذن were watching past continuous لأن عندنا were plus verb ing. number 5 at the shop I discovered هذا past simple verb 2 that I had lost had، إذا هذا past perfect لأنه يوجد عندنا had حسب القاعدة وبعد had verb 3. لاحظوا lose verb 1 ولost verb 2 and 3. my wallet معناها محفظة. now نأتي إلى الصفحة التالية هنا read and sort. هذه الصفحة تتكلم عن ماذا؟ عن السيميلي التشبيه والميتافور المجاز أو الاستعارة. الآن نريد أن نكتب هنا في الفراغات هذه نكتب حرف الإس إذا كانت الجملة تشبيه وإذا كانت ميتافور استعارة أو مجاز نكتب the letter M. لاحظوا كيف نميز بين التشبيه والاستعارة. قبل قليل قلنا أن الاستعارة والتشبيه يجب أن تحتوي على ماذا؟ as و like. إذن السيميلي التشبيه يجب أن تحتوي الجملة على as أو like. نأتي هنا إلى skills book، لاحظوا هذه الجملة يوجد فيها ماذا؟ as. إذن هذا ماذا يكون؟ سيميلي. her hair شعرها was as black as a night، كان مظلما وأسودا مثل الليل، إذن شبه شعرها بسواد الليل. number 2 my computer is a dinosaur، إذن لاحظ هنا لا يوجد as أو like، إذن هي ميتافور استعارة. Her words are always pearls of wisdom، لاحظ هنا ميتافور لا يوجد like أو as. number 4 she was as، لاحظ استخدمنا as، إذن هذه simile. ولاحظوا هنا she was as busy as a bee، يعني هي كانت مشغولة مثل النحلة، إذن شبهها بماذا؟ بالنحلة لأنها مشغولة، النحلة دائما مشغولة. لاحظوا هنا أيضا question 5 activity 5 read and discuss، اقرأ وناقش. الآن نريد أن نناقش معنى هذه الجمل. لاحظوا هذه الجمل هنا هي عبارة عن similes تشبيه، وهذه الجمل هنا هي metaphors مجاز أو استعارة. نريد أن نعرف meanings، لاحظوا write the meanings، اكتب معاني الجمل في spaces الفراغات. The first one I slept like a baby last night، أنا نمت كالطفل. ما معنى أنا نمت كالطفل؟ المعنى to sleep very well، يعني أن تنام بشكل جيد لأن الطفل غالبا ينام بشكل جيد. Now her answer was as clear as a mud، يعني كانت إجابتها واضحة مثل ماذا؟ mud معناها الطين والوحل، إذا هذا يعني أنها غير واضحة. The meaning that something is very difficult to understand، صعب الفهم. My brother is as brave as a lion، brave معناها شجاع، إذا أخي شجاع مثل الأسد. إذا ما هو المعنى؟ إذا a person is very brave، إذا عندما شبه الأخ بالأسد إذا يعني أن هذا البرادر is what a very brave، شجاع جدا. الآن الميتافور، لاحظوا كل السيميلز استخدمنا فيها إما like أو ماذا؟ أو as. لاحظوا هنا as وهنا أيضا في المثال الأخير as. نأتي هنا my exam was a breeze، ما معنى هذا الشيء؟ meaning it is very easy، يعني كان الاختبار سهل جدا. my sister is an early bird، early bird يعني طائر مبكر. ما معنى هذا الكلام؟ هل هي حقيقة طائر مبكر يستيقظ مبكرا؟ لا، المعنى a person who wakes، الشخص الذي يستيقظ wakes up or arrives early، ويصل مبكرا. This example I was dead
tired after the hike. hike معناها المسير. لاحظوا المعنى really tired يعني too tired، متعب جدا. إذا معنى did tired معناها really tired. Now this here we have, let's go back to the class book. Class book here now we have what we answered this one. Now let's go here to the writing. Here we have completed yes this activity. So let's go back to the skills book. الآن تلاحظون هنا number 6. نريد أن نكتب هنا أمثلة من عندنا، يعني الطالب يأتي بأمثلة من عنده من عنده، أمثلة على السيميلي التشبيه والميتافور. لاحظوا هنا التشبيه والميتافور، السيميلي and metaphor، إما أن يصف الأبيرنس المظهر، يعني مظهر الإنسان. لاحظوا هنا أبيرنس مظهر الإنسان، أو ممكن التشبيه يتكون ويشتمل على الفيلينجز المشاعر والبيهيفير السلوك، وبالتالي هذه كلها تصف الشخصية. إذا الديسكرايب يكون إما للمظهر appearance أو للفيلينجز المشاعر أو للبيهيفير السلوك. لماذا؟ للشخصية. لاحظوا هنا هذه الأمثلة جميعها هنا، هذه الأمثلة على الأبيرنس، وهذه الأمثلة هنا على الفيلينجز، والأمثلة هنا على البيهيفير السلوك. الآن نريد أن نكتب أسئلة تشبيهات واستعارات مماثلة لها. لاحظوا هنا her face was shiny، هذا يصف مثلا ماذا؟ يصف الأبيرنس المظهر، يعني وجهها كان مشعا. his hair was gloomy، يعني شعره كان مظلما، ومعنى مظلما يعني شديد السواد. Now this example her smell was like a flower، رائحتها كانت كالوردة، هذا يصف الشعور feelings. His head was like a fire، رأسه كان مثل النار، يعني دليل على درجة الحرارة. Now هنا as busy as a bee، مشغول كما النحلة، وهنا as blind as a bat، يعني أعمى مثل الخفاش، لأن الخفاش لا يستطيع الرؤية. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من حل القسم الثاني، وهو Grammar and Vocabularies، ونلتقي معكم إن شاء الله في درس آخر ومع القسم الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.